أن تقبض وأنت تسعى. ليس مطلوبا منك أن تصل إلى النهاية، وإنما المطلوب منك ألا تقف عند البدعي. جميل. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن اللي بيقرأ القرآن دول درجتين. الدرجة الأولى الماهر بالقرآن، ودرجة الماهر بالقرآن دي ما يوصلش ليها إلا لو مر بالمرحلة الأولى. مظبوط. ما فيش حد بتولد حافظ القرآن. مظبوط. ولا حد بيجي من قراء القرآن كده في يوم وليلة يصحى يلاقي نفسه ما شاء الله حافظ القرآن ومتقن. لا، لازم يمر على الفترة اللي هي بتاعت التعليم، وأخطأ النهاردة وتعتح النهاردة، بس صبر واستمر حتى وصل إلى ما يريد. فأول واحد الماهر بالقرآن، شغلته إيه؟ مكانه فين؟ مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة. الله، يعني الله. الذي يحفظ القرآن الكريم كما أنزله الله تبارك وتعالى، ويقرأه متأدبا بآدابه، ومحيا أحكامه، ومعظما ومقدرا للقرآن الكريم، كأنه وصل إلى حالة الملائكية بين الناس. الله 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 الله. طب الثاني، درجة جميلة دي. درجة عظيمة، لأن الملائكة هم اللي حملت القرآن الكريم. لا ينالها سفراء الله، يعني لا ينالها إلا المطهرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها، يا رب. ودي عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. جميل. الدرجة الثانية الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، إما أنه هو بالفعل بيقرأ ويكتب فيما عدا القرآن، لأن القرآن له أحكام معينة. مزبوط. لابد أن يقرأ، أن يقرأ بها. ممكن يكون أستاذ في الجامعة، لكنه عند قراءة القرآن لابد أن يكون تلميذا، لأن القرآن له طريقة في الأداء. يقول لك الله، طب ما أنا بعرفش أقرأ بالأحكام، أقرأ وكده. اجتهد أن تتعلم الأحكام، لكن حتى تتعلم اقرأ لا تتوقف، تأخذ الأجر. اقرأ لا تتوقف، لا تتوقف حتى تتعلم، وكلما قرأت تعلمت أكثر وخدت ثواب أكبر. مظبوط. وأن تقرأ آية تتقنها أفضل من أن تقرأ القرآن الكريم قراءة جرائد. مظبوط. لأن القرآن لا يقرأ هكذا. تعالى إلى اللي مش عارف يقرأ خالص. الأم. بسيط، رجل بسيط، يسمع. يسمع. وينظر في المصحف وهو يسمع. وينظر في المصحف طبعا. وهو يسمع. ليه؟ لأن النظر في المصحف عبادة. النظر في المصحف حتى بدون قراءة. ما بعرفش أقرأ. أفتح المصحف وأبص فيه. عظيم. بس لازم يكون متوضي احتراما للقرآن الكريم. لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. هو في تفسير للآية لا يمسه إلا المطهرون، أي المتوضئون. رواية معنى من معاني هذا الحديث الكريم. في معاني أخرى؟ في معنى تاني. الآية الكريمة الله تبارك وتعالى ذكر لا يمسه إلا المطهرون، جمل العلماء قال لك لا يمسه إلا المطهرون ده الملائكة. وبعض العلماء قالوا لا يمسه إلا المطهرون، أي المتوضئون. وقالوا إن هذه هي طهارة القلوب، فلو مش متوضي برضه هيقرأ من القرآن الكريم. لو مش متوضي يقرأ القرآن الكريم، لأن طهارة القلوب، طهارة القلوب مقدمة، بس بشرط إنه ما يكونش عنده الحدث الأكبر، ما يكونش جنب. بالظبط كده. قال لك هنا يعني لا يمسه إلا المطهرون، يعني ما لهمش جناب. مظبوط. الطاهرون لازم يكون الطاهرون. يكون طاهر. لكن ليس شرطا أن وجوبين أن يكون متوضي، ليس شرطا أن يكون متوضئ، لكن إذا توضأ أخذ ثواب العبادة ومعية الملائكة والقرب من الله تبارك وتعالى، يبقى يرتفع في درجات الفضل، لكن مش ممنوع أن يقرأ. لكن السماع بياخد نفس درجة القراءة. من سمع آية من كتاب الله كانت له بها حسنة، الله. ومن قرأها كانت له نورا عند الله يوم القيامة، ونعم بالله. يبقى مجرد أنه هو يسمع آية من القرآن الكريم. وبعدين تلاقي حاجة عجيبة، أن كل واحد من القراء ربنا سبحانه وتعالى أعطاه درجة صوت وأعطاه جمال، فتعزف على وتر قلب من المستمعين. ممكن واحد يسمع الشيخ رفعت رحمه الله رحمة واسعة، تبص تلاقي من أول ما الشيخ يبدأ لحد ما ينتهي يبكي. لو سمع أي قارئ تاني ما يصلش إلى هذه الدرجة من التأثير. مزبوط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى الشيخ رفعت مفتاح قلب هذا الإنسان، في واحد تاني يسمع الشيخ عبد الباسط، واحد يسمع الشيخ مصطفى إسماعيل، وهكذا كل قرائنا، ونسأل الله.